عايزة أسمح حضراتكم طبعا القوة الدافعة والحضانة اللي كانت طول الوقت يعني تدريب وتعليم وتطوير وإزاي بترفع مهاراتهم، كانت طبعا بريطانيا إنجلترا. علشان كده من البلد النشأة بتاعتهم الأصلية عايزة أوريكم إزاي بيتكشف الحال في الأدبيات السياسية داخل بريطانيا الآن، وأسمعكم يعني إزاي مواطن بريطاني صحيح هو من أصول عربية إزاي بيعبر عن قراءة الدولة الإنجليزية في نخبتها الجديدة لهذه الجماعة، وبدأت إزاي توجه نقد ليها، وحنشوف إزاي غانم نسيبة بيعبر عن ده بشكل كويس. إخوان are a very complex group that is established that was established almost 100 years ago, and it's currently made up of an international web of cells that are scattered across the world, each having its own local responsibilities, but ultimately responding and answering to the leadership of the international organization of the Muslim Brotherhood, which controls how those individual and seemingly independent cells